تشهد مقاطعة بوغي أجواء حملة انتخابية ما تزال خافتة برغم تصدرها من بين مقاطعات البراكنة في عدد اللوائح المتنافسة. المزيد عن هذه الأجواء نتابعه في سياق تقرير مراسلنا في ولاية البراكنة. وتيرة منخفضة تعيشها الحملات الدعائية في مدينة بوغي مقارنة بمستوى اللوائح المتنافسة، حيث تتنافس على البلدية المركزية 12 لائحة، بينما تتنافس على مقاعد البرلمان 11 لائحة. تواصل بعض الأحزاب هنا تنظيم سهرات فنية في مظهر من مظاهر استقطاب الجماهير، وذلك في المقرات الدعائية لأحزاب الشبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية وحزب الفضيلة وحزب الإنصاف وحزب الوحدة والتنمية. المتدخلون المتعاقبون في مختلف المقرات الدعائية لهذه الأحزاب عبأوا جمهورهم كل بطريقته الخاصة، مستعرضين برامج مرشحهم ومشددين لناخبيهم على ضرورة كسب الرهان في 13 مايو. كما تطرق منعش هذه السهرات إلى طرق توعوية حول طريقة التصويت بشكل صحيح على مختلف اللوائح. وقد أشاد المواطنون بالجو التنافسي الديمقراطي الذي عرفه افتتاح الحملة الانتخابية في عموم الولاية. الحمد لله ما في مشاكل، نحن كنا هنا حملات فرنجيسهم ما كتجبرنا في مشاكل، وملي ياك شي زين والحملة تمشي لفندر توفا وما كتشفنا في شي من المشاكل. شفنا لا شي زين وشي حسين، ما فتنا شفنا شي مو زين عندنا. بدأت الحملة ليلة الجمعة كما كان في جميع التراب الوطني، وكانت الأجواء جيدة لأن يطبعها ياسر من الود وياسر من التركيز على الهدف الأساسي اللي هو كلها يسعى من أجل أنه يقنع المنتخب الناخبين بتوجهاته. وقد أنعشت هذه السهرات الفنية المنظمة أجواء الحملة الانتخابية، وخلقت جوا ترفيهيا كسر روتين الحياة الليلية في المدينة. وبهذا تحتل بوغي الصدارة في تنافس اللوائح بالنسبة لمقاطعات ولاية البراكنة. محمد المهدي، قناة الموريتانية، مدينة بوغي.